D'abord, Ok. Je pense connexion qu'elle est là, c'est vrai, la connexion sans problème, inchallah. Alors, on va revenir. نرجع واحد شوية لداكشي اللي كنا هضرنا عليه البارح بور كون فا اكسبليكي باسكو بحال كون جي في لونجستخمون يعني كاين دي بارتي اللي محبوسين فيهم الميكرو كاين دي بارتي اللي كنا كنوقفو فيهم بزاف Donc, je vais essayer de répéter now de واحد شويه اخر غير يعني بالزربه مي en même temps faire un petit rappel. Alors, caractériser les différenciés. Caractériser et différencier. Les caractéristiques différenciées, bien sûr, comme on a dit, le module هذا, هو واحد المودول ان شاء الله كيجمع بين ما هو جيوغرافيك وبين ما هو توريستيك الوغ بين ما هو جيوغرافيك هيستوريك باش كيعطيونا ان برودوي اللي هو توريستيك يكون كيما كنقولوا كاين واحد البرانسيب كيقول لك بانه اي با دو توريزم سون لا جيوغرافي اي ليستوار ما كاينش السياحه من غير تاريخ او جغرافيا دونك هذا مبدا اللي هذا يعني حقيقه مش حتى مبدا يعني حقيقه اللي هي غيال يعني شي حاجة اللي هي باغ فورس بقوة اللي كتضبط لينا التوريزم كي نبو لو ليميتي في جوج ديال الحوايج في لا جيوغرافي اي في ليستواغ بيان سو بحال كنقولو ليستواغ تنقولو لا سيفيليزاسيون الحضارة لا كولتور اي انسي دو سويت مالغري مع العلم انه كاين عندنا دي فورم دو توريزم اللي سميتهم توريزم فير توريزم كولتورال مجموعة تاع الأنواع تاع لي توريزم اللي عندها علاقة إما مع البيئة ديريكتومون ولا جغرافية 100% داكوغ ولا عندها علاقة بالتوريزم اللي هو مع ليستواغ 100% مي واخا يكون عندنا أن أوتخ تيب دو توريزم إلا وأنه كيدار بيان سور في واحد لا جيوغرافي وفي واحد ليستواغ دومي ألوغ كاركتيريستيك ديفيرونسيي إيساجي دي فيل امبيريال قلنا لي فيل امبيريال شكون هما دونك الى عندنا فاس مراكش مكناس اي رابا هادو هما لي كاتر فيل امبيريال هاد لي كاتر فيل امبيريال بطبيعة الحال هما كانوا دي كابيتو ولا كانوا كابيتال شاك فيل ايتي كابيتال كل مدينة كانت عاصمة دون ديناستي اوباغافون دونك ديناستي لو مو ديناستي نشوف هنا كومون سا سيكري فوالا فوالا ديناستي احنا كنا هضرنا عليهم قبل داكور ديناستي سي دي اي ان ا اس تي دونك سافي دي كوا ديناستي دونك من مورا الديناستي شنو عندنا عندنا ادريسي عندنا المغافيد عندنا الموحد دونك مورا الكلمه ديريكتومون ديناستي داك دونك شنو نقصدو بلي ديناستي لي ديناستي كنقصدو بهم هما هذوك الممالك او دوك الدول اللي كانوا حكموا المغرب في واحد الحقبه زمنيه قديمه دونك ديناستي كنقولو ديناستي دي زيدريسيد ديناستي دي زالموحاد ديناستي ديال لي علويد ديناستي ديال لي سعديين داكوغ دونك ديناستي كيما قلنا هي الدولة أولا المملكة اللي كانت حاكمة المغرب في واحد العهد من العهود ألوغ قلنا هاد لي فيل امبيريال هما لي كاتر فيل كيتعتبرو لي ديفيرون كابيتو ديفيرون كابيتو دي ديناستي لي dans l'histoire du Maroc. Ou had li vil impérial hada ki chkel lina un produit touristique par excellence. Ou un produit touristique kanqsdou bhal chi mathala kanqsdou bhal circuit, kanqsdou bhal le séjour, kanqsdou bhal le combiné, d'accord? Hadou sont des produits touristiques. En fait, les produits touristiques, mademoiselle, monsieur, donc, tourisme, les touristes, bien sûr, d'arôr et d'arôr, khas, monsieur, le wahd, une ville, donc les villes, les huma impériales. Marrakech,
هي لا بروميير فيل امبيريال، ماشي من ناحيه نتاع ليستوار، مي من ناحيه نتاع التوريزم، من ناحيه نتاع التوريزم، من ناحيه نتاع لا ريفي توريستيك ولا الفريكونتاسيون، العدد نتاع لي توريست اللي كيجيو لو ماروك، يعني تقريبا واحد 50% منهم كتمشي لعند مراكش. داكوغ، بوركوا؟ باسكو اون فيل لا اوليا بوكو دي مونيمون هيستوريك، كاين فيها مجموعة تاع المآثر التاريخية، جامع الفناكو مونكوني، عندنا المنارة ديال الكتبية، بيان سور مدرسة بن يوسف، مدرسة، قصر الباهية، قبور السعديين، اي انسي دو سويت، المنارة. بون مراكش سي لا فيل لا بلو غروند او نيفو ديال لي مونيمون هيستوريك. عندنا لا فيل دو فاس اللي كتعتبر سي لا بلو لونسيان، c'est la plus ancienne ville du Maroc, d'accord, du Maroc contemporain, le Maghreb Moasser. Donc, le Maghreb Moasser. Alors, il s'agit d'une métropole, une métropole, une bhakangolo, le marquez, marquez Tchakafi, pardon, marquez Dini, ou le Fenni, le Maroc. دونك لا فيك دو فاس سي المركز الديني والفني، دونك يقولوا العاصمة الدينية أو العاصمة الروحية، داكا بوركوا؟ باسكو تو سامبلومون إل غوبريزونت لان دي بلوز أنسيان جامع دي ماروك، بين أقدم، ماشي بين أقدم، يعني أقدم مسجد بني في المغرب اللي هو مسجد القرويين بيان سور، واللي كيتعتبر يعني كمدخل للدين الاسلامي في المغرب. هذا هو السبب باش نقولوا بان سي كابيتال ريليجيوس. لا فيل دو مكناس ولا العاصمه الاسماعيليه، كابيتال اسماعيلي، داكا. هذه العاصمه الاسماعيليه هذه بيان سور سيتي لا ديرنيير كابيتال qui était construite. Après la racine, c'est bien. D'accord? Tariqa, dit les dynasties. Tariqa, dit les dynasties. كنقصد بها، كنقصد بها اخر مدينه، اخر عاصمه تبات ولا اخر مدينه تبات بالطريقه القديمه المغربيه، اللي هي كتكون مدينه كبيره فيها الاسوار وفيها، دونك سي لا فيل دو مكناس. ابخي غابا، دونك اللي جات هي غابا، دونك بوكي، دونك هاد المدينة دو مكناس، دونك الفونداتور نتاعها بطبيعة الحال اللي هو مولاي إسماعيل اللي بناها، القرب نتاعها، القرب نتاعها اللي حدا لا فيل دو فيليبولوس أو لا لي فيستيج رومان. لي فيستيج رومان هما بقايا الرومان في وليلي اللي هي فوليبولوس. لا فيل دو غابا، غابا كانت عاصمة نتاع السعديين، اي بيان سور ماتنو عاصمة ديال العلويين. هاد العاصمة نتاع غابا يعني ما ولات عاصمة تقريبا حتى لعند الحماية، حتى بدات الحماية في الماروك بين لي مونيمون اللي فيها. كي عندنا قصبة ديال الودايم، وكي عندنا لا تور حسن دو، عندنا لا تور حسن، دونك عندنا الودايا، وعندنا لا تور حسن، سمعة حسن، كارتي دو شلة أو لا قصب شلة، إي زائد طنبور محمد سانك، الضريح محمد الخامس، بيان سور. دونك بأكبر ولا بأقدم المآثر اللي كاين في هذه المدينة ديال الغابة. وقلنا بأن عندنا لي سوق كيشكلوا لنا، الأسواق كيشكلوا لنا، داكوغ، اون اتراكسيون ماجور او سين ديال المدينة. دونك هاد لي سوق هادو كيشكلوا لنا واحد لاتراكسيون، واحد نقدروا نقولوا واحد النشاط اقتصادي، واحد النشاط اجتماعي، واحد النشاط ترفيهي، داكوغ، عند لا فيل دون كروند فاسون. باركوا؟ باسكو لو سوق إل غيوني كيجمعوا لنا هاد الأسواق هادو، أي الأشخاص الحريفية اللي عندهم علاقة بالنحاسين، الصباغين، الدباغين، جو سي با كوا، دونك على حسب الأسواق كل مدينة وشنو كاين فيها. غالبا كيجمعوا لنا توسكي أختيزانال، توسكي أختيزانال، والاختزانة هي بيان سور الصناعة التقليدية. بين أهم الأسواق اللي كاين عندنا، كاين عندنا لو سوك، لي سوك دو لونسيان في المدينة القديمة ديال مراكش اي ديال فاس بطبيعة. وهما هذوك الأسواق ولا دوك المدن القديمة،
كيتعتبروا باتريمون مونديال دو ليمانيتي، الموروث العالمي ديال الانسانيه، اي سون بروتيجي بار اليونسكو. شفنا السي البارح لي تيغو، شفنا السي البارح لي تورون ولي تورال. قلنا لي تورال شكون هو لي تورال؟ لي تورال كنقصد به مادموزيل مسيو هو السواحل. لي تورال هو الساحل. دونك كي عندنا مجموعه ديال دي كوت، كما كنقولوا بان لو ماروك اي سوفر كيتفتح على دو كوت ولا دو ليتورال دو ليتورون. لو بلو غران سي لاتلانتيك اللي هو المحيط الاطلسي في الغرب، اي دوزيام الميديتيراني اللي هو البحر الابيض المتوسط في الشمال. الوغ كيمتد هاد ليتورال ديال لو ماروك كيمتد على بلوس كو 3500 كيلومتر ديال الكوت اللي هي لينيار اللي هي يعني ماشي مستوية ولكن في نفس الخط. داكا لينيار حنا عطينا البارح قلنا اودي اسبانيا كاين عندها الجنوب والغرب والشمال او لا فرنسا او لا. دونك يعني حنا لو ماروك يعني كيبدا من الجيري، الحدود المغربية الجزائرية في الجزائر، وغادي في نفس الاتجاه. هي بيان سور ما كاينش حاجة كتقطع حتى لعند الحدود الموريتانية المغربية بطبيعة الحال. الوغ في الكوت اتلانتيك هذا، دونك شوفوا لا كوت اتلانتيك يعني الواجهة، بوكو دي فيل كاين فيها مجموعة تاع دي فيل، مجموعة ديال دي فيل تبارك الله. مي حنا كنهضرو دونك حنا كنهضروا على لي فيل اللي هي سورتو اللي هي لي فيل توريستيك. لي فيل توريستيك لا بروميير فيل اي لا بلو غروند فيل توريستيك اللي كاينه على الليتورال، الليتورال اتلانتيك سود يعني المحيط الاطلسي الجنوبي. كيف بطبيعه الحال عندنا دو فيل اللي هي اكادير. داكا هاد اكادير اللي كتعتبر لو سونتر لو غران سونتر دو سود، يعني بيان سور اكادير ما جاتش في لو سود، اكادير جات في الوسط ديال المغرب، مي تعتبر من لو سود، تعتبر باسكو المغرب كنقسمو بحال كنقسمو جوج ديال لي دو زون، كاين زون نور اي زون سود، المنطقة الشمالية والمنطقة اللي هي جنوبية. المنطقة اللي هي جنوبية كتبدا عندنا من اكادير فما تحت، كتسمى كلها منطقة جنوبية، والشمالية بيان سور فما اكادير فما فوق. الوغ لا كوت اتلانتيك سود كتبدا هنا من اكادير اللي كتعتبر هي واحد المدينة دو سولي باغ اكسيلونس، يعني المدينة اللي فيها واحد النسبة تاع 300 جور 300 جور انسولي، 300 يوم ديال الحرارة، 300 يوم ديال الشمس بلوتو. هاد الشمس اللي كتخلي لا فيل دكادير اون فيل اللي هي عندها ان كليما تومبيري، اللي كتخلي مدينة اكادير يكون عندها مناخ اللي هو تومبيري اللي هي معتدل، مناخ اللي هو معتدل. الوغ سيت فيل كي تي روكونستخويت اللي تبنات من جديد داكا ابخي لو سيزم ولا ابخي لو ترومبلومون دو تيغ، لو ترومبلومون دو تيغ اللي هو الزلزال، ترومبلومون دو تيغ هو الزلزال، كي بينيفيسي دي زاميناجمون بلانيفيي اي كي تي روترانسفورمي. دونك هاد لا فيل دكادير اللي بيان سور تبنات، اللي اون فوا تبنات على اساس انها مدينة جديدة، مدينة اللي هي كتساير العصر فاش كاينة. اي بيان سور العدد تاع دي مونيمون اللي كاين في لا فيل اكادير، دونك نقدروا نقولوا ما كاينش دي مونيمون اللي هما بيان سور كيقربوا ينعدموا ابار واحد المأثر ولا جوج ديال المآثر اللي كاين في المدينه ديال اكادير بطبيعه الحال. مي بيان سور هاد المدينه ديال اكادير هي واحد المصدر او لا النقطه نتاع الالتقاء ديال لي توريست انجلو ساكسون اي المان، السياح اللي كيهضروا بيان سور بحال نقولوا انجلو ساكسون يعني البريطانيين والالمانيين. كتنضاف الى مدينه اكادير، مدينه ديال الصويره. هذه المدينه ديال الصويره بطبيعه الحال اللي هي مدينه سي اون بوتيت فيل توريستيك اللي كتجمع بين لا كولتور ليستوار يعني تاريخيا داكور، هي اللي كتسمى موغادور، يعني كاين عندها دي مونيمون هيستوريك، كاين عندها لا بلاج نتاعها بيان سور، وكاين لي زاكتيفيتي اللي كتعتمد عليها حتى هي اكتيفيتي ديال لو سبور نوتيك.
اكتيفيتي ديال لي سبور نوتيك، والسبور نوتيك كيختلف على الدخله. الا كانت الدخله عندها الويند سيرف والكايت سيرف با كونتر الصويره كتعتمد بواحد الدرجه كبيره على لو سيرف بيان سور. كاين فيها الويند سيرف كاين فيها الكايت سيرف، مي اكبر نسبه ديال لي توريست ولا ديال لي براتيك تما هي ديال لو سيرف بشكل عام. السوق بشكل عام اوكي اون فا مونتي اون هو، نمشيو واحد شويه نطلعو للفوق من الصويره فما فوق ونوصلو لكازا بين كازا اي اسيلا ولا بين كازا اي لو نور. اون فوا تنقولو بين كازا اي لو نور داكوغ، كي عندنا واحد اون بوتيت فيل، كي عندنا دو بوتيت فيل لي هما تخي كوني، دي بوتيت فيل كي سون توريستيك، دو بوتيت فيل لي بيان سور لي كي اتير واحد لو نومبر دي توريست، لي كيجذبو واحد النسبه كبيره ديال لي توريست، لي هما لا فيل دو اسيلا اي لا فيل دو لاغاش لي هي العريش بالعربيه. مي بين كازا حتى لو نور هاد لا بارتي هادي اللي كتعتبر لنا، اللي كتعتبر لنا اش كتعتبر لنا واحد النسبه لا 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 ديال اللي كتشد لنا واحد النسبه ديال دو تيار يعني الثلثين داكو ديال العدد ديال السكان ديال المغرب. اي لماذا ديال الجهات، جوج ديال الجهات، وهاد جوج ديال الجهات من اكبر الجهات نشاطا في الحياه ديال الدوله المغربيه، سورتو الحياه الاقتصاديه داكوغ اللي هي لا فيل دو كازابلانكا، الحياة اللي هي السياسية اللي هي العاصمة السياسية واللي هي أودي الحكم اللي هي الرباط. دونك يعني لي بلو كغون نومبر ديال لي كليون كيتواجدو في داك الجهة اللي كتبدا من كازا فما فوق. ألوغ في كازا فما فوق كاين عندنا لا فيل دو أسيلا، لا فيل دو أسيلا اللي كتعتبر إن بوتيت فيل يعني إن لا بيغل كتسميوها لا بيغل دو نور، جوهرة ديال الشمال. لماذا؟ لأن الطريقة باش مبنية لا فيل دو الصويرة اي القصبة نتاعها أو المدينة القديمة نتاعها أو المدينة الجديدة، دونك سي كيلكو شوز كي نوفو كي بو كي جولي بيان سور، كيجمع بين مجموعات ديال لي كولور ديال البحر الأبيض المتوسط، مع العلم أنه موجود في البحر الأبيض المتوسط. لاغاش لاغاش بوتيت فيل أو بوغ دو لوسيون داكوغ، هاد لا فيل هادي هي اللي كتسمى اون تيب فيل. طريقة البناء نتاعها اسبانو موريسك، اسبانو موريسك يعني اسبانو موريسك يعني اسبانو اسبانيا، موريسك كنقصدو بهم موريسكيا او لا اللي هما الموريسكيين كيما قلنا البارح، اللي هما السكان ولا المسلمين ديال الاندلس، المسلمين ديال الاندلس من بعد الهروب نتاعهم ورجعوا للمغرب، يعني تانستالاو دون بوكو دي فيل ماروكان ا سافوار سي لاغاش نيت لاعريش طنجه تطوان فاس بزاف وبزاف اي سلا بطبيعه الحال. دونك كيتسموا دي موريسك اللي هربوا لعند لو ماروك، كوم جي دي ايير هما معروفين كيهضروا بالار داكوغ، كيهضروا برا اون فوا كنسمعو دي جون كي باغل بالا ولا برا. دونك غالبا غالبا كتلقى يعني اصلهم يعود عند هذوك لي موريسكيين اللي كانوا في اسبانيا في عهد ديال الاندلس. الوغ هاد لا فيل دو لاغاش طبيعة الحال حتى هي عندها ان اونسيان فيل، مدينة قديمة داكا، مع العلم مع العلم نتمنى ان لا ديغنييغ فوا كو جي في لا فيل دو لاغاش اللي تي فواحد الحالة يرجع لها سيرتو المدينة القديمة سيرتو الأزبال لا بوبيل اللي تي دون فاسون كي بيان سور كي با دو تو بيان بطبيعة الحال. دونك سي لاغاش. الوغ من ناحية نتاع الكوت، لا كوت اللي هي ميديتيراني، لا كوت اللي هي ميديتيراني مادموزيل مسيو، الواجهة البحرية اللي هي متوسطية. فهاد الواجهة البحرية هادي دونك فريكونتي اون ايتي باغ دي فاكونسي، اغلبية تاع الناس اللي كيمشيو للواجهة الشمالية دونك كيمشيو لها او نيفو ديال لي فاكونس داكا، او نيفو ديال لي فاكونس يعني في الصيف. بيان سور اللي كتدخل واغلبية لا ماجوريتي دي توريست اللي كيمشيو للواجهة الشمالية سو سون دي توريست اللي هما ناسيونال، سو سون دي توريست ناسيونال او ايل سو كونسونتر l'arrivée ou la fréquentation et se concentre sur la saison estivale. Et ni qu'est-ce qu'on n'a pas ni ce qu'on a fait ici, il y a le monde du chemin, et ni qu'est-ce qu'on fasse dire ça.
هذا الفصل بيان سور اللي كيعرف التوافد على مجموعة ديال المدن ك لا ك الحسيمة داكا او لك طنجي او لك كاستياخو كابونيغرو كونفا فوار بيان سور ابري او لا تيتوان اللي هي الحمامة البيضاء اللي كانت معروفة لا فيل دو تيتوان اي بيان سور ستاسيون ديتي اللي هي كتامة اي هضرنا البارح على كتامة مي كتامة ماشي بالمعنى باش كنعرفو كتامة مي كتامة هي سيت سيت اون ريجيون حتى نقولوا الجهة نتاع السوس حتى نقولوا الجهة نتاع الدكالة الجهة ديال التفيلات أو الجهة دونك يعني جهة ديال العيون بيان سور بحال نقولوا جهة ديال العيون ماشي كنقصدوا بها العيون مي كنقصدوا بها بوكو ديال دي زوطخ ريجيون ألوغ الجهة نتاع كتامة المنطقة نتاع كتامة داكوغ المنطقة نتاع كتامة هاد المنطقة اللي هي معروفة كوم جي دي بسا ناتور بسا بوتي بسي مونتاني اي بسي بو بيزاج اي دي فوغي دو سيدر غابات ديال الارز بيان سور الوغ فهاد لي توغال كنجاو كنلقاو تيتوان المضيق في النطاق كابون نيكرو اي كاستياخو دونك هاد المناطق هادو اللي هما دي بيتيت فيل دي بيتيت فيل صغيرة داكوغ مي عندهم اشاع وطني اللي هما كبير كبير بزاف وبزاف الدولة الايساي الدولة الإيسي بو كي فا غوندغ هادوك داك المحور اللي كيشد بين طنجة حتى لوجدة محور اللي هو سياحي مع العلم أنه كاين مناطق سياحية فيها ما شاء الله سي بو سي جولي سورتو مناطق اللي هي طبيعية بطبيعة الحال ألوغ عندنا بريزونتي الغيسيبتي ديال لي مونتاني بيان سور الجبال Les espaces touristiques montagnards au Maroc peuvent être classés en trois régions, qui sont des régions les moins fréquentées ou la touristifiées, ou qui sont les plus marginalisées. Alors, les montagnards jivaliers au Maroc, ou la salassie jivaliers au Maroc, les chaînes montagnards, mesdames et messieurs, ou les espaces montagnards, qui sont les régions les plus fréquentées, ou les régions les moins touristifiées. Ou les régions les moins marginalisées. D'accord? Alors, le plus fréquenté, c'est le jabal le plus fréquenté, les yakars de bien, les kastrabelou al kimia kbira diel nes. Al kimia kbira diel les touristes. Kastrabelou al kimia kbira diel les personnes qui vont passer leurs vacances. Et touristifié, les fiha, anakin siyahia, ou les fiha binyetatilia siyahia. دونك ان فوا تنقولوا يعني الناس كيوصلوها بزاف اوتوماتيكمون يعني فيها اماكن سياحيه فيها دي ريستورون فيها دي كافي فيها دي زيتابليسمون دي بيرجمون ك دي زوبرج ك دي جيت كاينين مجموعه ديال الاماكن هي سياحيه الوغ حتى لا مارجيناليزي مارجيناليزي المارجيناليزي شنو كنقصدوا بها مارجيناليزي كنقصدوا بها الاماكن او لا بون الغير اللي ما عندهاش اهتمام الدولة مثلا كما قلنا يعني كتشجع السياحة مثلا السياحة الجبلية كي عندنا اللي هي اما بنوا مناطق سياحية ولا خلاو المستثمرين انهم يمشيو يديروا يعني بنيو ولا يستثمروا في المناطق السياحية ولا في السياحة اون جينيرال حتى عند المناطق اللي بطبيعة الحال اللي ما كتدخل والو للدولة ولا يعني ما يمكنش ندير فيها استثمار بطبيعة الحال اشنو هو السبب سيكون على حسب الاكتيفيتي توريستيك واش كاين نشاط سياحي ولا ما كاينش فاش نقولوا الاطلس الصغير لونتي اطلس الاطلس الصغير هذا بطبيعة الحال بون راه شوف الطبيعة راه كلشي زوين في الطبيعة داكوغ مي اسكيليا الطبيعة اللي كيفا اتيغي لي توريست اسكيليا واحد لا ناتور اللي كيفا اتيغي لاتونس دو توريست بيان سور كو نو في كندا انا على الاطلس الصغير داكوغ اللي كيجي اللي هو كنقدروا نقولوا هو الحدود اللي كتوصل بين المدن الجنوبيه مع المدن الشماليه بيان سور الا قلنا ابتداء نقول مين بطبيعه الحال كاين كي عندنا الاطلس الكبير هذا الاطلس الكبير الاطلس الهوت اطلس داكوغ ولا اكيد تسمى او كيتسمى كنقولوا بالعربيه الاطلس الكبير داكوغ
Oui, mais bon, c'est le Hot Atlas, Atlas l'Ali, Hot via Ali, d'accord? Là, le Hot Atlas, bien sûr, qui m'a من البحر من اكادير من اللي كيمتد من اكادير التصويره على الوجهه البحريه هو غادي بيان سور كيقطع لو ماروك كيقطع لو ماروك في نصفين قطع المغرب الى نصفين بطبيعه الحال النصفين هادو كاينين كتشكل فيهم اكبر قمه جبليه كاينه في المغرب اللي هي كتميل 145 متر 100 4145 متر بون كنا البارح 47 145 دونك ما فيهاش اشكال. الوغ اعلى قمه جبليه في الماروك بطبيعه الحال هي جبل تبقال اي لا ريجيون دو مراكش فيها اكبر القمم كنقولوا جبل تبقال كنقولوا اوكي يمكن تنقولوا مجموعه تاع لي مونتاني زائد هذاك الشيء عندنا لوغوت لا مويان اتلاس مويان اطلس اللي كيقولوا لي كيمتد اللي كيجي في المناطق اللي هي داخليا اللي كتبدا بيان سور من ازرو افران خنيفرة تازا بني ملال ازيلال يعني السونتر ديال لو ماروك بطبيعة الحال كيشكل لنا واحد المنطقة اللي هي طبيعية اللي هي رعاوية خصوصا غابوية خصوصا داكور بيان سور زراعية مي الزراعة ديالها يعني ما كتكونش عندها واحد سميتو مدخل اللي هو نقدر نقولو صناعي داكور يعني كيكون عندها زراعة اللي هي كتسمى معيشية كتسمى معيشية اللي هي معيشية كنقصد بها يعني الناس كيعيشوا منها داكور يعني الفلاحة يعني كياكل كيزرع كيبيع المحصول نتاعو دونك يعني ما كيديرش بوغ انه يصدرها ولا تجارية ولا يبيعها في الاسواق يعني ديال الجملة راه كيبيع مي ماشي بحال واحد المدينة كتنتج ان غروند كونتيتي ولا واحد الجهة ولا واحد الضيعة بحال الفلاحة المعيشية بطبيعة الحال. دونك شرحنا مادموزيل مسيو لو هوت اتلاس داكور وقلنا لو هوت اتلاس بطبيعه الحال يعني كاين فيه كيما قلنا كي عندنا اوكي يمدن اها اوكي عندنا تبقال اي كي تقريبا كيجمع لنا لو غون سود اللي هو الجنوب الكبير اللي بيان سور اللي كيمتد كيما قلنا يعني من اكادير حتى لعند الحدود الشرقيه ديال لو ماروك المويه اطلس متنو عندنا لو ريف بطبيعه الحال يعني الي ديليسي باغ دي توريست اوكسيدونتو الي ديليسي اللي هو متروك يعني ما كيفيهش مناطق اللي هي سياحيه ولا ما كيزوروش السياح داكور نقدر نقولوا شاون اي شاون داكور هما المناطق ولا المدن ولا المدن اللي كيمشيو ليها الناس باكبر نسبه بطبيعه الحال علاش باسكو هي سيت اون بوتيت فيل ما شاء الله الي بيرشي اون بوتيت فيل بيرشي يعني منحوته ولا محفوره ولا يعني مصوبه في لا مونتاني داكور دونك اون فيل اللي هي كي باس سالونجي كتمتد على مجموعه نتاع الجبال داكور اي اللي هي كتشكل لنا عاصمه نتاع جبال الريف عاصمه نتاع جبال الريف اللي هي الشاون ماتونو اون فالي عند لو ديزار اللي هي اخر حاجه كنا هضرنا عليها البارح داكور الوغ لو ديزار مادموزيل مسيو او لا لو كرون سود لو كرون سود ديزارتيك لو كرون سود اللي هو ديزارتيك هضرنا دابا قلنا عندنا هضرنا تتلخ قلنا لو كرون سود كيبدا من اللي هي من اكادير فما تحت اللي كتسمى منطقه اللي هي جنوبيه كيما قلنا كاين الاطلس الكبير كيقسم المغرب عند منطقة جنوبية ومنطقة شمالية ديريكت راح
الجزائر امتداد نتاعو مطابق ان شاء الله. غادي نشوفوا هذا الشيء دون دي كارت فرائد بطبيعه الحال. الوغ قلنا عندنا لو ديزار يعني لو سود صحاريا ماروكان، لو سود صحاريا ماروكان دونك كومبورت دو ديزار، كومبورت دو ديزار. قال لك الاخ عمر البحر اللي كنا كنهضروا قال لك قول ميم اللي باب الصحراء، وي سي فغي قول ميم باب الصحراء مي ورزازات باب باب اش دونك لو ديزار. وشنو هو لو ديزار؟ كاين عندنا فرق بين لو ديزار اي بين لو صحراء. داكا شنو معنى تاع الصحراء وشنو معنى تاع لو ديزار؟ مع العلم ان كاين عندنا مجموعه تاع اوجه تاع الشباب الشبه عندهم. داكا الصحراء كنقصد بها المناطق التي بها كثبان رمليه، صحراء تقصد بها مناطق التي بها كثبان رمليه هي كتسمى الصحراء. داكوغ لو ديزار، لو ديزار كنقصد بها اماكن لي قاحله واللي فيها بيان سور الصحراء. نقدر نقولوا الصحراء يعني عندها علاقه بالرمال بوحدها. داكوغ وبيان سور الرمال معروفه كتكون مناطق اللي قاحله، باغ كونتخ لو ديزار داكوغ اللي هو كيكون مناطق اللي هي قاحله، يعني يقدر يكون فيها، تقدر تكون فيها جبال، تقدر تكون فيها هضاب، تقدر تكون فيها صحراء يعني رمال، تقدر تكون فيها سهوب يعني تقدر تكون فيها اي حاجه، مي مناطق اللي هي قاحله بطبيعه الحال. ومولاكم يعني حنا كنجيو في منطقه اللي هي قاحله، داخله منطقه اللي هي قاحله قبل ما تكون منطقه اللي هي صحراء، منطقه اللي هي قاحله. الصحراء حنا كمدينه، مدينه دابا المدينه منطقه قاحله، منطقه صحراويه. إذا كنت تروح لمنطقة صحراوية ولا قاحلة ولا برتقيزية عن طريق الجغرافية، داكا عن طريق الدراسة ديال الجغرافية والفرق ديال المنطقة اللي هي صحراوية. ألوغ دونك كاين عندنا كيما قلنا ورزازات زاكورا، هما لي كروند فيل ديال ورزازات زاكورا الرشيدية، دونك كيتسمو لي كروند فيل ديال الصحراء الغربية، لا باردون الصحراء الشرقية. داكور الصحراء الشرقية كوم اي بيان سور العيون اي الداخلة، داكور اللي كيشكل لنا لي كروند فيل ديال الصحراء تاعنا سورتو في الوجهة اللي هي غربية. اي بيان سور كاين السمارة، كاين دي بتيت فيل، دي بتيت فيل السمارة الزاك اسا العرقوب بيان سور، نقدر نقولوا بعض لي بوتيت فيل اللي كيكونوا عندنا في لو سود، مي نقدر نقولوا في الجنوب المغربي يعني اكبر المدن اللي كاينين بيان سور على الشريط اللي هو بحري بطبيعه الحال. الوغ سي سكو كنا فيو لا ديغنييغ فوا مادموزيل مسيو، داكشي اللي شفنا البارح حنا حاولنا نعاودو من الاول داكو باش انه تكون عليكم عندنا لونغوجيسترومون نتاع هاد لابارتي هادي. بوركوا باسكو لونغوجيسترومون ديال هاد الصفحه هادي كاين تقريبا على 5 حتى 6 ديال السوايع، دونك سي با كيك شوز كي بيان، دونك سي بور سولا حاولت انني نعاودو. الوغ مانتونو مادموزيل مسيو اون فوا الي لعند ان اوتخ اوبجيكتيف ان اوتخ سوجي داكو. مي افون تو اسكيل يا سيفو بلي كاين شي سؤال رد عليكم؟ واضح استاذ، واضح واضح، الله يسخر، ميرسي بوكو. الوغ اكتب ليا قال ليا غن ان ابتداء من الاسبوع المقبل ان شاء الله غادي نعاودو نخدمو بواحد زوينه. داكوغ شنو هي التكنيك هادي؟ لانك انت يا حصه بيان سور باش نعرفوا الاخوان واش حاضرين، باش نعرفوا الاخوان واش حاضرين معنا ولا ما حاضرينش غنعودوا الحصه ونطلقوا الكاميرا. لا ما واضحش اليوم سلكاش يا استاذ. نعم اليوم سلكاش وباش نعرف انا واش ناعس ولا فايق نتايا. لا هذا انا لا حاضر معايا تبارك الله. دابا انت دابا المرابط، المرابط نقول لها غير جاوبني دابا استاذ هذا اللي هي الناس اقدر
تقدر نحضر السال وندير نظهر الشمس ونتغنبر. اوكي غادي نحاول ان شاء الله، غادي نديرو الاسبوع المقبل ان شاء الله غادي نصيفط واحد القانون، قانون رئيسي داكو للرعاية نتاعنا، اننا ابتداء الاسبوع القادم نطلقوا الكاميرا ان شاء الله باش نشوفوا بعضياتنا ونشوفوا شكان دو نو سا بوزيسيون داكو، اللي فايق اللي ناس كونتيني هادشي نتاعنا. نتمنوا الاخرون يلتحقوا بنا، نتمنوا الاخرون يلتحقوا بنا، مع العلم ان الهضره يعني مره كتقطع داكو، مي السبب نتاع سي لا كونيكسيون، السبب نتاع سي لا كونيكسيون لي كتمشي وكتجي بيان سور. مي بون دونك نتوكلوا على الله مادموزيل مسيو. Alors, donc, comme j'ai dit, l'objectif d'aujourd'hui, d'accord, l'objectif est là, qui est très, yani, faut la partie, d'accord, il y a plus logique que historique, d'accord. Alors, la cartographie de l'espace, ça veut dire quoi la cartographie, d'accord. Alors, la cartographie, j'aime le mot la carte, d'accord. J'aime le mot la carte et graphie. Donc, achetons y a la carte. La carte y a le charreta. La carte y a le charreta, d'accord. Alors, il faut donc nous la carte ou graphie. La charreta, carte y a le charreta. Graphie y a ilm, d'accord. Ilm, matelan, tangoulou. Mathématiques, informatique, scientifique. Il y a une équilibre qui me fait tic, il y a un ilm. D'accord. La géologie, la psychologie, la terminologie, d'accord. اي حاجه اللي فيها لوجي داكو كنقصد بها علم اش علم المنطق داكو لوجي يعني جي من لا لوجيك داكو اي حاجه فيها سيون داكو مثلا تنقولوا لا كومونيكاسيون علم ديال التواصل تنقولوا لانفورماسيون داكو حتى هي سيت اون سيونس اوكي. Il faut un goulot graphique, d'accord. Graphie ou la graphique, donc un goulot la topographique ou la cartographique, d'accord, ou la photographique. Donc, c'est tout le long, bien sûr. Donc, comme j'ai dit, logique ou la informatique ou l'éthique ou la graphique ou la donc, il t'a parlé d'un long à des sciences de mademoiselle. من كلمة تيك لعند لوجيك لعند لوجي لعند جرافيك لعند داكور. وكاين العلوم اللي تختلفوا، كاين العلوم اللي هي إنسانية، كاين العلوم اللي هي مجردة، كاين العلوم اللي هي طبيعية، كاين العلوم اللي هي فيزيائية، يعني كاين عندنا مجموعة ديال العلوم داكور، كاين العلوم ديال الهندسة، كاين العلوم الرياضية، كاين العلوم اللي هي كوم جي دي هي بوكو دي تيب ديال لي سيونس داكور. وفي هاد لي سيونس هادو يعني كاين العلوم اللي خاصك انك انت تكون فريمون غتدخل المختبرات وغدير تجارب ولا انك غتحسب وغدير عمليات وترسم وتعمر الكتب باش تخرج عمليه وحده بيان سور. وكاين دي سيونس، كاين دي سيونس اللي كيدرسوا الانسان، كاين دي سيونس اللي كيدرسوا الانسان بحال مثلا دابا كنقولوا لا بسيكولوجي ولا لا سوسيولوجي داكا. دونك علوم اللي كدرس الانسان في البيئه نتاعو داكا. وهاد العلوم هذه يقدروا بيان سور يخطئوا، يقدروا يصحوا داكا، يقدروا يكونوا يقدروا يخطئوا، يقدروا يصيبوا، يقدروا يجيبوا المعلومه خاطئه، يقدروا يجيبوها، يقدروا يكونوا صحيحه بيان سور. علاش؟ باسكو هما دي سيونس اللي ما كتعتبرش، اللي ما كتسماش العلوم اللي هي مجرده
اوكي مثلا المهم دونك حنا درنا اون دوني دي زيكزامبل باش نشرحوا سا فيديه كوا في او لا كارتوغرافيك داكوغ الو حنا تنقولوا كارتوغرافي ليسباس كارتوغرافي ليسباس سا فيديه كوا سي فير او ديسيني او لا دوني او لا فير اون كارت اللي عنده واحد لو ليو عندك واحد المكان تحددو انت بالخريطه راه غتحددو في الخريطه في الخريطه وي ممكن ولكن تحددوا بالخريطه داكور اللي هي كتكون ان بو ديفيسيل او ديبي شنو خاصنا خاصنا اننا نرسمو داكور خاصنا اننا نرسمو داك لا ريجيون داك لا ريجيون ولا داك لا فيل ولا داك لو فيلاج ولا داك لا غروند فيل ولا داك العاصمه ولا ما كيهمش ان التسميه تاعك كتمنى اننا نرجعوا بيان سور نديروها في خريطه تكون معروفه في خريطه alors construire des cartes à plusieurs échelles اننا بغينا نصيبو واحد الخريطه داكو اولا كنصيبو خرائط والخرائط مادموزيل مشي كاين يعني كيختلفوا كاين الخريطه اللي كتلقاها كبيره كاين الخريطه اللي كتلقاها صغيره مويه داكو كاين الخريطه اللي غتلقاها كبيره ولكن كتحدد لينا واحد المكان اللي هو صغير وكاين عاوتاني العكس كاين الخريطه اللي هي صغيره كتحدد لينا واحد المكان اللي هو كبير بيان سور دونك داكشي واش غنعرفو غنعرفو عن طريق ليشيل عن طريق السلم بطبيعه الحال اللي غنهضروا عليه توتالا ملي قبل ما غنهضروا عليه ديجا خاصنا نعرفوا سافي ديغ كوا سافي ديغ كوا اون كارت شنو هي اون كارت وي دونك شنو هي اون كارت اون كارت هي خريطه بالعربي داكوغ خريطه شنو معناتها شنو معنات الخريطه الوغ il n'existe pas plus de tourisme que la géographie sans carte il n'existe plus de tourisme même que je connais la siyaha illa il had siyaha hadi adna fiha géographie d'accord illa adna géographie même que je ndirou siyaha fi lfada d'accord je qoul li illa ana bghit nji ndir ndak siyaha ma bghitch ndkhel ndak lchoum ma bghitch nji ndak d'accord mais c'est impossible c'est impossible دونك ضروري خاص يكون عندنا لا جيوغرافي وما يمكنش يكون عندنا لا جيوغرافي الا إيه كان عندنا اش الا كانت عندنا لا كارت وما كاينش عندنا ان جيوغرافي سون كارت دونك ما كاينش السياحه بدون جغرافيا وما كاينش جغرافيا بدون سياحه بدون خريطه يا اوتوماتيكمون اون فوا تنقول جغرافيا بدون خريطه يعني كنجمعو حتى معها السياحه بدون خريطه بطبيعه الحال الوغ لا كارت لا كارت ما تمشيش شنو هي هاد لا كارت هادي لا كارت est une image réduite de واحد الصوره مصغره ايه سامبليفي مبسطه ايه كونفونسيونيل متفق عليها سامبلي ريدوي سامبليفي اي كونفونسيون متفق عليها ديال اون بارتي دو لا سيرفاس دو لا تير ديال واحد الوجهه ولا واحد الجزء من الوجهه ديال بيان سور الارض من المساحه ديال الارض ولا الوجهه ديال الارض كوموسا صرا نلقاو حنايا العاصمه مثلا ديال المغرب باردون ماشي العاصمه كنلقاو الخريطه ولا التواجد ديال المغرب في الخريطه داكور اي بلو 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 غران داكور كو الخريطه اللي هي صغيره جدا 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 داكور الوغ لا كارت سي اون ايماج ريدويت مي هاد ليماج غيدو واش خاصنا نقلو خاصنا نقلو لي شوز اكزاكت نقلو لي شوز لي هما اكزاكت بطبيعة الحال الوغ اون كارت ايت اون ايماج ريدويت سامبليفي اي كونفونسيونيل دون بارتي دو لا سيرفاس دو لا تير ايل بيرمي دو دوني بار ايكري دي اكسبليكاسيون سامبوليزي بار دي سين فهاد لا كارت هادي مادموزيل مسيو هي مخصهاش تكون عبارة عن دي باراغراف ما خصهاش تكون عبارة عن دي تكست داكا وكما كتعرفوا كتكون عبارة عن اش كتكون عبارة عن خطوط عن رسوم داكا عن اماكن كنشيرلو ليهم بطبيعة الحال عن اماكن هاد الاماكن هادي بطبيعة الحال اون فوا كنوصلو لشي مكان يعني كنشيرو ليه سيغ لا كارت على الخريطة وكان بيان سور كنعطيوه السمية تاعو وكنعطيوه لي ديفيرون زاكتيفيتي اللي كاينة عندنا زاكتيفيتي اكتيفيتي كاكتيفيتي صناعيه اكتيفيتي فلاحيه اكتيفيتي توريستيك فينا بلاصه كي عندنا لي زوطيل فينا بلاصه كي عندنا لي ريجيون سياحيه بطبيعه الحال بينا ولا في داك الدوله الوغ
كتعطينا بيان سور كتعطي احنا باش نقراوها خاصنا نعرفوا باش نقول لي سامبل الرموز داك اليسين سامبل اليسين باش كنعرفوا هذوك الرموز اللي كاين في ارض الواقع اشنو هما بطبيعه الحال. عندنا لا كارتوغرافي. لا كارتوغرافي اللي هي شنو؟ لا كارتوغرافي سي اون سيونس اكزاكت ان انسومبل دوبيراسيون سيونتيفيك دو تكنيك كي بوسيد لو سيرفيس دو كارتوغرافي. دونك كارتوغرافي دونك الا كانت عندنا لا كارت اللي هي الخريطه لا كارتوغرافي يعني الاسم تاعها مستمد من لا كارتوغرافي يعني ان فوا تنقول الكارتوغرافي الكارت الخريطه يعني هما اللي كيجيبوا لنا الخرائط هما اللي كيصنعوا لنا الخرائط. Alors, la cartographie est un service, est une science, ensemble d'opérations scientifiques et techniques. Donc, la cartographie, il y a un exemple exact, il y a un exemple exact, il y a un exemple qui est d'accord. Mais il y a un exemple qui est très riche, il y a un exemple qui est très riche, il y a un exemple qui est très riche. ممكنش نجي نقولوا اليوم هذا بحر حقا غدا ما بقاش بحر داكور سي كوشوز لي هو امبوسيبل كوشوز لي هو امبوسيبل داكور تو سامبلومون بوركو تو سامبلومون بوركو باسكو ان سيونس اللي كتعتمد على لا جيوغرافي ولا جيوغرافي اللي هي فيكس دو سا بلاص جيوغرافي الي ستابل الي فيكسي دو سا بلاص اي سور با بطبيعه الحال من لونفيرومون نتاعها. Alors, est-ce une science exacte un ensemble d'opérations مجموعه ديال الاش مجموعه ديال العمليات مجموعه ديال العمليات اللي كنديروهم حنا باش يلاه يلاه نقصوا داك الصوره تقول لي استاذ دابا وي مسيو وي مسيو ايماجين انت دابا الدخله فيها انت 400000 كيلومتر 400000 تقريبا يعني واحد كيشد لينا واحد النسبه كبيره سورتو جو بارل ديال الجنوب داكور يعني عندك من قلميم ولا من العيون لهنا من اكادير لهنايا دونك كتشد لينا واحد المساحه اللي هي كبيره تقريبا ديال 400000 كيلومتر مربع ما شاء الله. هاد 400000 كيلومتر مربع ولكن واسع النظر انك تشوف المده فاش كتقطع انت لي هاد 400000 كيلومتر مربع داكور شحال المده بالزمني فاش تقطعها داكور يعني مش انك انت كتمشي من الداخل حتى لعند فين حتى لعند العيون يعني راه المساحه وهذيك المساحه انت كي غدير تصغرها وتولي هي خريطه صغيره خريطه اللي هي صغيره ممكن دير انك في جيبك ولا ممكن تكون عندك في تليفونك دونك سي كيلكو شوز اللي هو سي با فاسيل سي كيلكو شوز كيدوز عن طريق بيان سور عن طريق مجموعه ديال لي زوبيراسيون اللي هي سيونتيفيك علوم اللي كيدخل فيها الاحصاء كيدخل فيها الخرائط كيدخل فيها ميم المات اي انسي دو سويت. الوغ اوبيراسيون سيونتيفيك اي تكنيك الوغ اوبسيرفاسيون كتعتمد اول حاجه حنا باش نديرو واحد الخريطه كتبدا لينا باش كتبدا لينا عن طريق لوبسيرفاسيون داكور الملاحظه لي ميزور اخذ العبر اخذ الميزان يعني المتر الكيلومتر داكور كنحسبو بالمسافه اي بيان سور ادابتاسيون كوانتيتاتيف اي كاليتاتيف ادابتاسيون كوانتيتاتيف اي كاليتاتيف يعني ان الملائمه ديال دوك بيان سور الكيلومتراج ولا المساحه كنحاولوا حنا نصغروها ونديروا الاسقاط في ورقه باش تكون عندنا خريطه. دونك ادابتاسيون ملائمه اللي هي من ناحيه نتاع الجوده ولا من ناحيه نتاع العدد من الكم دونك جوده وكما كاليتاتيف ديال الجوده كونتيتاتيف ديال الكم ريديكسيون خاصها تكون مصغره اي سامبليفي. لا بلوبار دي كارت دي بيي بوسيد دي سيرفيس كارتوغرافيك داكور اغلب دول العالم اغلب دول العالم ما نقدرش نقول كلهم داكور مي سورتو الدول المتقدمه والدول اللي هي في طريق النمو داكور كاين واحد شويه نتاع التقدم باين اوكي. دونك شنو عندهم ان سيرفيس دو كارتوغرافي عندهم ان سيرفيس دو كارتوغرافي. حنا عندنا معاهد داكور عندنا المعهد الاول المعهد ديال الاحصاء داكور والمعهد ديال الطبوغرافيا يعني معهد كيتكلف بانه هو اللي كينشر اي خريطه رسميه
ديال شي إدارة عمومية، داكوغ، أولا ديال شي وزارة، أولا ديال بيان سور أماكن عمومية. دونك هما اللي كيصوبوا لنا الخرائط في دوك الأماكن، هما اللي كيصيبوا، هما اللي كيعطيونا الخرائط. والخرائط أنت ممكن تسمى خرائط اللي هي أوفيسيال، خرائط اللي هي رسمية، يعني لا غبار عليها. عندنا أبخي دونك هاد التوبوغرافي دي كتسمعنا علاش كاين عندنا توبو، شنو عندنا معنى تاع التوبو، داكوغ. لو توبوغراف اللي هو ان انجينيور، انت بحال كتبغي تبني، داكوغ. مثلا ان بروجي، كتمشي عند ان انجينيور اللي غيصوب ليك البنايه. بغيتي دير مثلا اسيدي واحد لوطيل اسي الا فيل دو الدخله، دونك الشروط باش انك دير سميتو خص تجيب بيان سور ان اتود، وتجيب البلانات، وتجيب وتجيب، داكوغ. غادي تجيب لي اسيدي باش تبني هذاك لوطيل تاعك، وداك لونتربريز تاعك، شنو خاص؟ خاص بطبيعة الحال يكون عندك رخص، خاص يكون عندك بلانات. هاد البلانات هادي اما كيعطيهم لك المهندس، اما كيعطيهم لك المهندس اللي هو مهندس ديال المعماري، داكوغ، او اللي كيعطيهم لك مهندس اللي هو خرائطي، ان انجينيور توبوغراف، داكوغ. دونك اش كيدير هاد الانجينيور توبوغراف؟ بيان سور كيعبر لينا المساحة، كيعبر لينا النقاط ديال الالتقاء، النقاط هادي زائد، يعني ممكن انه هو يتكلف يكون عندك هو خدام في مختبر، يعني داكشي ديال العينات نتاع التربة نتاع المياه، يعني سي دو سويت. بيان سور كتسمع عندنا لا توبوغرافي. عاودنا شطر الرجل، ديزولي. وي الشباب، اسكو لي دي كيستيون نرد عليكم؟ سي كليغ اوسي، سي كليغ اوسي، انفورمو. دونك نشوفو شكون اللي التحق. سي عادل، مرحبا بالسي عادل، اخا الملتحقين. راه دخلت ولكن ما بان ليا ما كاينش شي عندها. ما كاينش ولا شنو؟ ترى شي ربع ساعة داخل مع ديك تسعود وربع هكاك، لقيتها شي ست الناس. وتبارك الله، مرحبا مرحبا السي عادل. كاين الناس اللي كاينايا، الناس هادو اللي كاينايا راه الخير والبركة. الناس هادو إلا جينا نقولو دابا شكون اللي غينجح، نقولو هاد الناس هادو هما اللي ناجحين دابا. صافي، السلام عليكم. داكشي اللي كيفسر طب اللي حضر هاد الصباح، يا ربي يا ربي اللي حضر هاد الصباح، الله يعطيك النجاح يا ربي، الله يسهل عليك يا ربي، الله يجعل مادي ان شاء الله يشد الدبلوم ويخدم شي خدمه تكون زوينه ان شاء الله. امين يا ربي. امين يا ربي. امين يا ربي. شغلوا هادو. امين يا ربي. الا بتحضر في وقت السفر راه تقبل منك الشكايه ياك. الا بتحضر في وقت الدعوه هذا ما نديرو لك. دونك غادي نحبسو لونغوجيسترومون واحد شويه، داكوغ. تقريبا هذه ساعه باش ما يكونش كبير، باسكو كي ال مو ديرونج، سا برون بوكو دو طون، كيدوز مجموعه ديال بزاف ديال الوقت.